النهارده الاجراءات الاحترازيه كانت مشدده جدا داخل الفصول، في تباعد اجتماعي، الاطفال او التلاميذ كان معاهم الكمامات، المدرسه وفرت صابون على الاحواض، وفرت مطهرات في الحمامات. النهارده ما كانش الشغل اللي احنا كنا بنشوفه كل خطه سنه معينه جايه لشكل الدراسه للطلبه يا استاذ محمود؟ احنا الدراسة عندنا الصفوف الأولى بتاخد يومين في الأسبوع، والصفوف العليا بتاخد أو العكس، الصفوف الأولى بتاخد 3 أيام والصفوف العليا يومين في الأسبوع. والخطة دي تم وضعها مسبقا من خلال اجتماع مع مدير الإدارات تم عقده للتأكد من تنفيذ هذه التعليمات. النهاردة الجديد اللي أول مرة يحدث في سوهاج، النهاردة ولي الأمر بيأتي بالطفل أو التلميذ على باب المدرسة ويتركه ويغادر فورا خارج المدرسة دون التزاحم، دون التزاحم والمشدات على التخته الاولى زي كان ما بيحصل. لا، النهارده في وعي كامل، في تعليمات مشدده تم تنفيذها بشكل حاسم. النهارده فوجئت ان المدرسين كان في تواصل معاهم مع الطلبه قبل بدايه الدراسه انهم يدخلوا على القنوات التعليميه يطلعوا ويسمعوا الدرس، ويرجع المدرس النهارده مره اخرى بيناقش معاهم الدرس اللي شافوه امبارح على منصات الالكترونيه او من خلال القنوات التعليميه اللي بتدس برامجها. وده كان شيء جديد خلى فيه تفاعل وتعاون، الطالب داخل عارف النهارده عنده ايه، شاف الدرس فيديو اونلاين، والنهارده المدرس بيكملوا الاجزاء الناقصه في هذا، وده كان مهم جدا، وده تطور يعني اولياء الامور حبذوه وحفزوه وقالوا ده شيء كويس ان يبقى في تفاعل. الطفل او التلميذ تابع الدرس في التلفزيون ورجع خد الحاجات اللي ناقصاها في المدرسه، وده شكل بشكل كبير عمليه تفاعل كبير ما بين المدرس وما بين لكن النهارده اليوم.